السلام عليكم. اليوم رانا في مناسبة مهمة 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 جدا، هي اليوم العالمي للأطفال المصابين بمتلازمة داون، لا تريزومي 21، لي زونفون تريزوميك. رانا هنا باش نحتفلوا معاهم، عمو يزيد مع باخرة الدوفان، مع مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، عرضوا أطفال مع الأولياء نتاعهم إلى نزهة في الباخرة. دونك يخرجوا معنا في البابور مع والديهم ونفرحوا ونديروا لهم حفله في الباخره. اليوم نفرحوا مع كاع الاطفال تاع لا تريزومي 21، وحبيناكم انتم ثاني تساعدونا، لانه المجتمع التعايش فيه مهم جدا. التعايش واش هو؟ اني نراعي احساس الاخر، اني نعطف على الاخر، اني نساعد الاخر. هاد الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه محتاجيننا، محتاجينكم انتم تاني. وحبيت من خلال هذا المنبر نوجه تحيه للاولياء نتاع الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه، لانه حياتهم كفاح وعناء، اذا لازم نخفوا عليهم شويه. اذا تابعونا في هذا الحفل الحصري على الشروق تي في للاطفال المصابين بمتلازمة داون لتريزوميك. نحبكم، يلا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاياتي العظيمة. يلا يلا أصدقائي، نعود نكمل مع بعض صوت عالي. عمو يزيد، عمو يزيد. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم، سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. La 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 la
احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا خال عمو يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم موجوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا خال عمو يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم في هذه المناسبة السعيدة اللي هي اليوم العالمي للمصابين بمتلازمة داون لا تريزومي 21. احنا رانا هنا اليوم للتحسيس للتحسيس. لماذا في كل مرة نتكلموا نقولوا بلي المجتمع والمجتمع المجتمع المجتمع؟ اليوم رانا هنا باش نقولوا يا ناس من فضلكم رأفة بذوي الاحتياجات الخاصة. كي نقولوا احتياجات خاصة معناتها عندهم احتياجات خاصة، وهذه الاحتياجات الخاصة أنا نظن فيها الحنان، الحنان والعطف لازم نتعايشوا في المجتمع. إذا اليوم رانا باش نوصلوا صوتكم سيرتو خاصة للإدماج المدرسي والمهني. إن شاء الله ولادنا كامل 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 تكون عندهم حقوق، وخاصة اليوم رانا هنا باش نتكلموا على لي تريزوميك. يا اخي اطفال اذا واش رايكم اليوم؟ وعجبكم الحال؟ عجبكم الحال؟ جاب لي ربي الاولياء عجبهم الحال اكثر من الدراري. لا لا اذا والله شرف عظيم اني نشوف أني نكون سبب صغير، لأني مانيش وحدي هنا، ماذا بيا كامل. نشكر 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 الناس اللي بفضلهم رانا هنا اليوم. أنتوما بفضلكم، بفضل كذلك سفينة أو باخرة الدوفان اللي نحييوهم، رحبوا بنا بزاف وقالوا لنا الباخرة راهي نتاعكم، راهي نتاعكم في أي وقت. وعندي مفاجأة لكم، بالرغم من سوء الأحوال الجوية رايحين من بعد، عندي مفاجأة رايحين تطلعوا تشوفوا البابور، تطلعوا ديروا زيارة وتاخذوا الصور، فوالا تاخذوا صور. ونوعدكم باللي المرة الجاية عن قريب عن قريب مؤسسة باخرة لودوفان قالوا لكم راكم في داركم وتعاودوا ترجعوا ونروحوا بكم، نروحوا على الأقل حتى الشرشال ولا تحوسوا في البابور يا اخي. بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر، أرادني عديمة لكنني مثابر لغاياتي العظيمة. زمان تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. أنا إذا كما وعدناكم هذه النزهة في الباخرة هذه راح تكون إن شاء الله، وما تكونش مرة ولا اثنين، راح تكون لأنه باخرة الضفة مع شركة رامي وشركة شيبس مهبول ومجمع الشروق وعدونا باللي رايحين نديروا نخرجوا بزاف في الباخرة هذه، خاصة للأطفال، لأنه الطفل بالمرات تقول لأنه الطفل اللي عنده احتياجات خاصة
في العالم كامل بأسره سيبوا بالمرات يخلوا قال خليه في الدار ما نخرجوش كي نروح نضيف عندي ما نديهش كي نروح يعني انا عارفين كاع حد المشاكل اللي راكم تتخبطوا فيهم حنا ماذا بينا كي تجوا لعندنا تجيبوهم هذا هو بلا يساعدوا خليه ما تدوهمش بهنا تجيبوهم مرحبا بكم مرحبا بكم بيسير بيسير هاي هيا زيادة على بخيرة الدلفين لو دوفان معنا متعاملين اللي عاونونا باش تكونوا فرحانين اليوم مجمع الشروق الإعلامي كذلك شركة رامي وشركة شيبس مهبول اليوم جاو ساندونا في هذا اليوم هذا الجميل هذا باش تكونوا فرحانين وانا ماذا بيا ان شاء الله يا اطفال اللي راهم يقراو راكم تقراو مليح شكون اللي يقرا شكون اللي متمدرس هنا في ديدو الله يبارك الله على بالكم هذا السؤال كنت طرحته عندها سنوات لانه عمو يزيد مع الاطفال عنده قصه طويله هذا السؤال كنت طرحته عندها بزاف ماشي بزاف الايدي اللي ترفعوا اذا راني نشوف باللي كاين تحسن دونك يفو ساكروشي ما لازمش فو با بيسي لي بغا اطفالنا اعز ما نملك يا اخي واش تحبوا شكون يعرف وقتاش اندلعت ثورة التحرير في اي يوم قامت الثورة في وقتاش شكون يعرف وقتاش اندلعت ثورة التحرير شكون يعرف تعرف تعال 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 معليش نشوفوا صديقنا تعال واسمك لامية خليفي لامية خليفي الله يبارك وقتاش اندلعت ثورة التحرير في نوفمبر في نوفمبر برافو 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 اعطيني الهدية تاعها اعطيني الهدية تاعها تعالي بنتي نعطوك هدية احنا الشاطرين شاطرين نحبوهم بزاف شاطرين نحبوهم شاطرة بنتي اعطيني الهدية تاعها بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية هذه المتواضعة إذا بنتي كيفاش عرفتي بلي ثورة التحرير انطلقت في المدرسة واو تصفيقة اللي قرات في المدرسة تصفيقة 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 قرات في المدرسة شيء شوفوا والله العظيم غير لحميت شوك قالت لي قريت في المدرسة لأنه الكومبا الكفاح تاع الاولياء اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه لاولادهم عندهم احتياجات خاصه الكفاح الاول هو التمدرس شوف كيفاش قالت لي قريتها في المدرسه بوسي عمو يزيد فوالا والله شيء جميل تصفيقه 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 عليها برافو بنتي برافو 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 تعالي 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 واسمك وسام وسام واش راكي وسام لاباس واش حبيتي تقولي لنا سؤال سؤال في أي سنة استقلت الجزائر؟ 5 جويلية 1954 لا هذه ثورة التحرير 1954 الاستقلال وقتاش؟ 1962 وقتاش؟ 1962 في أي شهر؟ نوفمبر لا لا هذه ثورة التحرير الاستقلال وقتاش؟ 5 جويلية برافو 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 أعطيه الهدية تاعها أعطيه الهدية تاعها أنا شاطرين بزاف والله غير لحمي ويتشوك يا ميجاوبوني ما خبيش عليكم الله غالب يا اخي بنتي اعطيني الهديه تاعها بنتي شركه شيبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع عمو يزيد يهدي لك هذه الهديه المتواضعه ان شاء الله تستفادي بها شكرا العفو العفو بنتي الله يخليك الله يخليك شاطرين شاطرين بزاف اروحي ريتاج ريتاج واش حبيتي تقولي لنا ريتاج قولي لهم نحبكم نحبكم ونحبكم بزاف نحبكم فاف الله يبارك الله يبارك الله يبارك شكون اللي حافظ الاغنيه مادام انا نهضروا على التمدرس نهضروا على التمدرس ما نقدروش ما نغنوش مدرستي شكون اللي حافظ مدرستي كم احب مدرستي مدرستي كم احب تعرفها هاك تعال قل لهم اسمك اسمي ياسر البرقع ياسر ياسر الله يبارك الله يبارك ياسر غنينا تشوف مدرستي مدرستي كم
نسيتها. اي معليش معليش. واش حبيت تقول لهم؟ يا جماعه اذكر حبابكم تفنى هذا العام هذيا تعال الزائر تشوف الثمان الثاني ثمان الثوره هذه كواحد كواحد مث واحد الثوره وهم طيحهم طيحهم صحيتو ما خدموكو. الله يعيشك الله يعيشك الله يعيشك. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحياها مدرستي. وشن وش حبيت تقولي لهم؟ صوتي مدرستي أتحد مدرستي أحيونا ميوني لا 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 أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. برافو برافو برافو. إذن تغنوا كامل معايا مدرستي كم أحب مدرستي. يا أخي الكفاح الأول تاع الأولياء للأولاد الأطفال اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة هو التمدرس. إذن مدرستي كم أحب مدرستي. يلا مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة فلتح يا مدرستي فلتح يا مدرستي. كامل 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 لكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يكفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. لكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي يكفاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي. إليها بتماني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي. أدرس فيها مع إخواني أمضي إليها بتماني ألعب أمرح بأماني هي قصري ومملكتي هي قصري ومملكتي. لا أنساها ويزيد في قلبي هواها
سنة من بعد سنتين، سنة من بعد سنتين. ما أحلاها ما أبهاها، لا تنساني لا أنساها، ويزيد في قلبي هواها. سنة من بعد سنتين، سنة من بعد سنتين. مدرستي مدرستي، كم أحب مدرستي، اسمها دوما في جبتي، أجب بها كأغنيتي. هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. اسمها دوما في جبتي، أجب بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي، فلتحيا مدرستي. فرحنا بالدراري هذو اللي رجعوا لي على اليوم عندنا، ومرحبا بهم طولطو والدار دارهم. وحنا ان شاء الله حنا وعدناهم باش نخرجوا بهم، واليوم راك تعرف موفيطو شويه هكذا، وان شاء الله مازال يمات ان شاء الله، ونوعدوهم ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله بهم ان شاء الله. يحيى ولا عمو يزيد، درنا حفله فرحوا كاع بينا وفرح بينا، وحنا فرحنا ثاني، وحنا يا فرح بينا. اليوم حضرنا حفل ما شاء الله في على شاطئ البحر جميلة، في يعني جوزنا أروع ما يكون، كرموا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تخيزومي فانتيا. الحمد لك صحة ميزيد على الاحتفال. مسا الخير عليكم، ويعطيكم صحة على هذه المبادرة للو ريستوران دوفا، استقبلوا لي تريزوميك، وعلى عمو يزيد لي لا دوني لا جوا لهاد الدراري، ويعطيه الصحه وطول لو ستاف والشروق تي في. صحه عمو يزيد صاحبي، هو حبيبي، هو حبني بزاف بعدا وقتكم صحيت. يعطيك الصحة عمو يزين، كانت الحفلة شابة مليحة. السلام عليكم، نحن من الجمعية تاع أويت ابتسامة 21 ولاية البليدة، جينا اليوم الاستضافة هذه على اليخت هذايا، ونشكر كل من ساهم في الحفل، نشكر عمو يزيد، والحفلة جازت ما شاء الله، ولادنا ثاني استمتعوا كل المتعة بهذا الحفل. شكرا. السلام عليكم، اليوم لا جورني تاع لي زونفون تريزوميك، تريزومي 21، الحفل جاز تري بيان، لا ريسبسيون ما شاء الله، ان شاء الله السلطات تاعنا ياخذوا بعين الاعتبار هذه الفئه، يقوموا بهم باذن الله، يديروا لهم سورتو دي زيكول بور لي زونفون هادو تريزوميك. ويعطيك الصحه مسيو عمو يزيد، مسيو تري اموره ثاني، بارك الله فيه. السلام عليكم، يعطيك الصحه عمو يزيد على هذه المبادره، وان شاء الله تكون مبادره واحده اخرى، وكما كان الجزائري يفرحوا، يعطيكم الصحه. قول عمو يزيد كنت صحيت وصحه ميسي كوكو تصوتي. نشكركم على الحفاوه الاستقبال، وخاصه عمو يزيد، وان شاء الله نكروها ان شاء الله. أشكر هيئة التنظيم والصحافة، وأشكر الحفلة كذلك، سررنا وبنجحنا، وشكرا لكم كثيرا. السلام عليكم، بخسي بوكو، شكرا عمو يزيد. باسم مدير العام مسيو دريدي محمد، رحبنا بالضيوف والأطفال، والحمد لله استقبلنا هاد الضيوف، ولكن كان الجو شويه يعني ما كانش في صالح باش ندير لهم الرحله هذه. وبمناسبه هذا العيد، عيد لتريزومي، يعني ماذا بينا ان شاء الله ما يشهد الرحله الاخيره، ان شاء الله تكون رحلات كثيره ان شاء الله في المستقبل. ودرنا هذا الحفل هذا مع سي شاب يزيد، وكانت حفله يعني في ما شاء الله، ونشكرهم كثير، ونشكر الضيوف مام لي بارون ديلاف، وحنا رانا في الخدمه ان شاء الله، وماشي هذه ابتداء من اليوم ان شاء الله تكون اكثر رحلات ان شاء الله. كما شفتوا استمتعوا معنا اليوم الاطفال اللي عندهم لا تريزومي 21 المصابين بمتلازمه داون، اذا
كما شفتوا عمو يزيد والاصدقاء اللي جاوا فرحوا مع هاد الاطفال هادو، نتوما ثاني عندكم واجب وعندكم دور باش تراعيوا المشاعر تاع هاد الشريحه هذه، وكذلك تساعدونا في الادماج نتاعهم المدرسي والاجتماعي. مهم جدا لانه المجتمع تاعنا لازم يعيش، لازم التعايش في المجتمع يكون موجود، لازم نقبلوا الاخر، لاكسبتاسيون دو لوتر، شيء مهم جدا. نتكلوا عليكم باش تساعدوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى المسنين وكمان لازم، ولكن الطفل بريء بريء، لذا لازم نساعدهم ونراعيهم. وتحيه لاوليائهم كامل اللي راهم يكافحوا، اولياء الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. سلام، نحبكم وبقوا اوفياء على صفحه الفيسبوك عمو يزيد الصفحه الرسميه. سلام.